سامعكم مرحبا بكم في الانجليش، نتمنى لكم بخير وفي تمام صحتكم. كما عودناكم دائما الجديد من المصادر الموثوقه، فاذا كنت اول مره كتشاهد القناه ديالنا فما تنساش تشترك في القناه وضروري تفعل زر الجرس باش هكا انت الاول توصل بكل جديدنا ان شاء الله. وقبل ما نبداو شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على التعليق الايجابي اللي كتخليوه في الفيديو، ندير لايك ودابا نبداو على بركه الله. بزاف منكم سولوني في التعليق واش فعلا غتكون دراسه الاسبوع، بما انه كاين اضراب وطني كيف ما شافوه بزاف المصادر، وهادشي اللي ان شاء الله غنهضروا عليه في الفيديو. اول حاجه يوم الثلاثاء اللي غيكون يعني 11 يناير، هنا ما كاينش الدراسه لجميع التلاميذ، يعني اي تلميذ فما غيقراش بما انه يوم تقديم وثيقه الاستقلال، هنا ما كاينش الدراسه. اما بالنسبه للاضراب الوطني اللي كيهضر عليه كلشي اللي غيكون في 13 يناير 2022، وكذلك من 17 ل 22 لهذا الاسبوع، فهو اضراب يخص فقط الاساتذه الذين فرضوا عليهم التعاقد، يعني الاساتذه اللي عندهم التعاقد. اذا كان عندك استاذ عنده تعاقد فغالبا غيكون داير اضراب، وبالتالي حتى انت ما غتقراش. اما بالنسبه للتلاميذ اللي ما عندهمش الاساتذه ديال التعاقد غيقراو بشكل عادي، غيمشيو للمدارس ديالهم غيحضروا الاساتذه ديالهم وغيقراو. وبالنسبه لي يعني اكثر المتضررين من هذه الاضرابات والاحتجاجات الى اخره هم التلاميذ، يعني التلميذ غالبا فاش كيسمع انه كاين ما كايناش قرايه الى اخره كيقول اخيرا حتى غنرتاح، ما ارتحتش المده كامله، وكيبقى يعني يتلاشى وفي الاخر كيلقى راسو ضايع، يعني مفوت عليه بزاف الدروس وما مستعدش للامتحانات. الله يوفق جميع التلاميذ، والله يوفق كل واحد عنده هدف باش يحقو. هادشي كان دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.